نحتفل اليوم بوضع شجرة عيد الميلاد في ذكرى ميلاد ابن فلسطين الأسير الأول، الشهيد الأول، المناضل الأول من أجل الإنسانية والسلام والمحبة، السيد المسيح عليه السلام. ونهنئ في هذه المناسبة كل أبناء شعبنا مسلمين ومسيحيين، ونقول لإخواننا شركاؤنا في الوطن أهلنا وأحبتنا المسيحيين في فلسطين، أنتم منا ونحن منكم. لأبنائي وبناتي طلبة جامعة القدس مسيحيين ومسلمين، هذه أيضا رسالتكم، فأنتم تضربون مثلا في هذه الأيام الصعبة التي يتخبط فيها العالم في بحر متلاطم من الفوضى والخراب، وهي أعظم رد على ما يجري في هذا النظام الفاشي العنصري المتطرف. أحبائي الطلاب، احتفالنا اليوم له نكهة خاصة، لأنه في القدس وفي جامعة القدس، ولأنه برعاية مؤسسة أكاديمية. أتمنى منكم أن تفتخروا بانتمائكم إليها، أن تكون طالباً أو خريجاً من جامعة القدس، هذا وسام شرف. كل الخريجين هم متفوقون في كل المجالات. أرجو وأصلي وأحلم، وهنا الحلم هو إرادة الشعب، أن تزول الحواجز ويتحرر الأسرى ويزول الاحتلال وتعود القدس العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني، وغزة ميناءنا وبوابتنا على المتوسط وعلى العالم. شيرين أبو عاقلة، لا تقلقي لا تقلقي، فالتغطية ما زالت مستمرة، وسنوافيك بالخبر فور اتضاح الصورة، لا بل إنها واضحة ووضوح الشمس، فلكل ظلم نهاية ولتحريرنا بإذن الله رواية، وكل عام وأنتم بخير.